لبناء علاقات مهنية قوية مع زملائك في العمل عليك الحرص على معاملتهم باحترام. فبحسب دراسة جديدة لمجلة هارفارد بزنس ريفيو، فإن احترام الفريق في العمل يعتبر وظيفة أساسية للقيادة الجيدة في عالم الأعمال. الدراسة أشارت إلى أن هناك عدة سلوكيات تساهم في إظهار الاحترام وزيادة إحساس الموظفين به بهدف تحقيق علاقات صحية في بيئة العمل، ولعل أهمها احترام التنوع ثقافياً وفكرياً بين الموظفين، حيث تحبذ الدراسة أن يعمل القادة على توظيف أعضاء فريق من خلفيات ثقافية متنوعة وضمان استعدادهم لاستيعاب وجهات النظر والآراء المختلفة. كما تقول الدراسة إنه يجب على القادة الاهتمام بمشاكل واهتمامات الموظفين وأن يقدموا الدعم المطلوب لهم. أيضاً للثقة تأثير كبير على بناء العلاقات الإيجابية في الفريق، ويتحقق ذلك من خلال العلاقات الإيجابية ومشاركة الخبرات مع الفريق. كذلك يجب على القادة التدخل وحل النزاعات بسرعة عندما تحدث، حيث يعتبر ذلك أمراً مهماً لإظهار الاحترام في بيئة العمل. إضافة إلى ذلك، تقول الدراسة إنه يجب على القادة إيجاد توازن بين تحقيق نتائج العمل واحترام الموظفين الذين يساهمون في تحقيقها. كما يجب أن يستمع أصحاب المؤسسات والقياديين فيها إلى الدعوات لنشر ثقافة دعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية، مما يساهم في زيادة إنتاج العمل وتحقيق بيئة إيجابية في مكان العمل.